احنا النهاردة ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني من الأزمة. هنتكلم عن حاجة اسمها الهوم مانجمنت اوف اكيوت ازمة اكستربيشن، ازاي نتعامل في الهوم مع واحد عنده اكيوت ازمة. هوم مانجمنت اوف اكيوت ازمة اكستربيشن، اول حاجة لازم نعمل تقييم للحالة، نعمل اسيس للسيفيريتي. ازاي نعمل اسيس للسيفيريتي؟ عن طريق حاجة من اتنين، لا اما بنقيس البيك اكسبيراتوري فلو ونحدد القيمة بتاعته، بيبقى أول حاجة بنقيس البيك اكسبيراتوري فلو، الفاليو أقل من 50% بيرسونال بيست يبقى ده حالة سيفير، أو ممكن بنبدأ نشوف الساين والسيمتومز اللي عند المريض زي الديجري اوف كاف، البريسلسنس، الويز اند شيست تايتنس. يبقى تاني هعمل حاجة اسمها اسيس للسيفيريتي اوف ازمة عن طريق بقيس البيك اكسبيراتوري فلو لو الفاليو بتاعته اقل من 50% بيرسونال بيست، او بشوف الساين والسيمتومز زي الديجري اوف كاف، البريستلسنس، الويز والشيست تايتنس. وبعدين بعد كده بعمل انيشال تريتمنت. الانيشال تريتمنت لكل مرضى الازمه ايا كانت الديجري مايلد ولا مودريت ولا سيفير هي حاجه واحده. يبقى الانيشال تريتمنت هو انا بديله انهيلد شورت اكتنج بيتا 2 اجونست، انهيلد شورت اكتنج بيتا 2 اجونست لحد 3 مرات في الساعة الأولانية، يبقى اديله من بخيتين لأربعة 3 مرات في خلال الساعة الأولانية، يبقى up to 3 treatment of 2-4 بافس عن طريق استخدام الميتر دوز انهيلر كل 20 دقيقة انترفال، أو بستخدم السنجل نبيولايزر تريتمنت. يبقى الانيشال تريتمنت هو عبارة عن انهيل شورت اكتنج بيتا 2 اجونست لحد 3 تريتمنت اوف 2-4 بافس بير كل 20 مينت انترفال باستخدام الميتر دوز انهيلر، او عن طريق انا بستخدم السنجل نبولايزر تريتمنت. ده الانيشال تريتمنت اللي هو انهيل شورت اكتنج بيتا 2 اجونست. بعد ما اديله الثلاث بخات او 3 مرات من الانهيل دي بيتا 2 اجونست هشوف اقيم الحاله، اقول الحاله جود ريسبونس او اقول ان المريض ده في مايلد اكستربيشن لو كان واحد البيك اكسلراتور فلو لقيته اكتر بقى اكتر من 80% بيرسونال بيست، احنا بادئين باقل من 50% بيرسونال بيست. لو بعد ما اديته الانهيل شورت اكتنج بيتا 2 اجونست 3 مرات في خلال الساعه الاولانيه لقيت البيك اكسبيراتوري فلو بقى اكتر من 80% بيرسونال بيست، او بقى بصيت على الاعراض بتاعتي اللي احنا قلنا عليها الديجري اوف كاف والبريسلسنس والويز والشيست تايتنس، ولقيت ان بقى عندي نو ويزنج نو شورتنس اوف بريس، بمعنى كده ان الشخص بتاعي ده جود ريسبونس او ان هو في حاله مايلد اكسربيشن. الحاجه الثالثه برضو اللي هتديني انديكيشن ان ده جود ريسبونس او مايلد اكسبيشن، ان هلاقي الريسبونس للانهيل دي بيتا 2 اجونست بيستمر لمده 4 ساعات، يبقى جود ريسبونس او المريض في حاله مايلد اكسبيشن لو كان واحد البيك اكسبيراتوري فلو اكتر من 80% بيرسونال بيست، 2 بقى عندي نو ويزنج او شورتنس اوف بريس، 3 لو الريسبونس للانهيل شورت اكتنج بيتا 2 اجونست استمر لمده 4 ساعات. في حالة زي دي بقول ان الشخص ده جود ريسبونس او الحالة مايلد اكستربيشن، ايه اللي هعمله؟ هستمر على البيتا 2 اجونست كل 3 ل 4 ساعات، may continue inhaled short acting beta agonist every 3 to 4 hours. لو المريض اصلا كان اوريدي بياخد inhaled corticosteroids هخليه يستمر عليه، ولكن اعمل doubling للدوز. يبقى for patient on inhaled corticosteroids double the dose for 7 ل 10 days. طيب نرجع للموضوع تاني، لو الانيشال تريتمنت بتاعي اللي هو الانهيل شورت اكتنج بيتا 2 اجونست اديتهوله 3 مرات ولقيت ان البيك اكسبيراتوري فلو بتاعي بقى فرنج من 50 ل 80% بيرسونال بيست، او لقيت ان هو لسه عنده بيرزيستنت ويزنج اند شورتنس اوف بريس، في حاله زي دي يبقى الشخص ده عنده مودريت اكسبيريشن، او بنقول ان هو انكمبليت ريسبونس. نقول تاني، يبقى المريض بعد ما اديله الانيشال تريتمنت بتاعي لو لقيته البيك اكسبيراتوري فلو بتاعته بقى من 50 ل 80% بيرسونال بيست، وانا كنت بدأ باقل من 50%، لقيت ان لسه عنده بعض الاعراض موجوده زي البرزيستنت ويزنج والشورتنس اوف بريس، في حاله زي دي بقول ان الشخص ده مودريت اكسبيريشن او عنده انكمبليت ريسبونس. هعمل له ايه عشان احسن الريسبونس بتاعه؟ اول حاجه هضيف اد اورال كورتيكوسترويدز، هضيف اورال كورتيكوسترويدز واستمر على البيتا 2 اجونست.
continue short acting beta 2 agonist. طيب الحالة الثالثة، لو لقيت البيك اكسبيراتوري فلو لسه زي ما هو اقل من 50% بيرسونال بيست زي ما هو، ولقيت عند الاعراب بدأت تزيد كمان، بقى عندي ماركت ويزنج ماركت شورتنس اوف بريس. في حالة زي دي بقول ان الشخص ده عنده سيفير اكسبيريشن، يعني بور ريسبونس. يبقى الشخص بتاعي امتى يكون بور ريسبونس او سيفير اكسبيريشن؟ لو لقيت البيك اكسبيراتوري فلو اقل من 50% بيرسونال بيست، لو لقيت عنده ماركت ويزنج اند شورتنس اوف بريس. ايه اللي هعمله في الحاله دي؟ هضيف اورال كورتيكوسترويدز واكرر البيتا 2 اجونست بسرعه لان الشخص لسه عنده ماركت ويزنج وشورتنس اوف بريس. ولو الدستريس سيفير لسه اند نون ريسبونس ما بيستجيبش، هروح طوال الامرجنسي ديبارتمنت. يبقى اف ديستريس سيفير and non-responsive proceed to emergency department. ده كان ال home management بتاع ال acute asthma exacerbation. نبدأ نتكلم على ال treatment اللي احنا اتكلمنا عليها او ال drugs اللي احنا اتكلمنا عليها في ال home management. احنا قلنا ان الـ treatment بتاعنا حاجة اسمها short acting beta 2 agonist. ايه هي دي؟ زي ما احنا عارفين عشان نعالج الازمة انا عندي air flow obstruction وعندي انفلاميشن، يبقى انا محتاج ادي برونكو دايليتورز وانتي انفلاماتوري. البرونكو دايليتورز اللي هنتكلم عليها، فانا عندي البيتا 2 اجونست، هنتكلم على انتي كولينرجيك، هنتكلم على الميثايل زانسين. اول حاجه هنتكلم عليها الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست. الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست ده الموست افكتيف برونكو دايليتورز، الموست افكتيف برونكو دايليتورز. الميكانيزم بتاعها بتعمل ستيميوليشن للبيتا 2 ادرينرجيك ريسبتورز، فبتعمل اكتيفيشن للادرينال سايكليز، فبيطلع السايكليك اي ام بي. السايكليك اي ام بي لما بيطلع بيبقى مسؤول عن مجموعه من الاكتيفيتي. يبقى بنقول تاني، ستيميوليشن اوف بيتا 2 ادرينرجيك ريسبتورز اكتيفيت ادرينال سايكليز تو بروديوس سايكليك ادينوزين مونوفوسفيت. السايكليك اي ام بي ريسبونسبل فور ذا بارك اوف اكتيفيتي. اول حاجه بيعملها بيعمل ديكريز للانباوند انتراسيلولار كالسيوم، فبيعمل سموز ماس ريلاكسيشن. يا بيقلل الانباوند انتراسيلولار كالسيوم فبروديوسنج سموز ماس ريلاكسيشن، فبيديني البرونكو دايليتورز او برونكو دايليتورز افكت اللي احنا عايزينه. اللي جانب كمان هو يعتبر ماست سيل من برين ستابلايزرز، بيعمل ستابلايزيشن للماست سيل. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها، بنقول ان اللونج تيرم ادمنستريشن بتاع البيتا 2 اجونست لقوا ان هو ملوش اي تاثير على البرونكال هايبر ريسبونسفنس. احنا ممكن اتكلمنا على الباس فيسيولوجي، ان احنا عندنا من الباس فيسيولوجي عندنا حاجه اسمها برونكال هايبر ريسبونسفنس اللي هي زياده في ريسبونس لاي ستيمولانت او اي الرجين. فلقوا ان البيتا 2 اجونست حتى لو استخدمتها لمده طويله ملهاش اي تاثير على البرونكال هايبر ريسبونسفنس، ما بتقللهاش. وده بياكد ان الشورت اكتنج بيتا 2 اجونست او ان البيتا 2 اجونست عامه ملهاش اي انت انفلاماتوري افكت. كل الميكانيزم بتاعها فهي برونكو دايليتورز. يبقى اللونج تيرم ادمنستريشن اوف بيتا 2 اجونست داز نوت ريديوس برونكيال هايبر ريسبونسفنس كونفورمينج ا لاك اوف سيجنيفيكانت انتي انفلاماتوري اكتيفيتي للبيتا 2 اجونست. يبقى البيتا 2 اجونست ملهاش انتي انفلاماتوري افكت بدليل ان هي ما بتقللش البرونكيال هايبر ريسبونسفنس. اكزامبل للبيتا 2 اجونست او شورت اكتنج بيتا 2 اجونست بالظبط، يعني البترول، تيربيوتالين وايزوبروترينول. دول اكزامبل لشورت اكتنج بيتا 2 اجونست، البترول، تيربيوتالين، ايزوبروترينول. هنتكلم على دراجز تاني بيستخدم في علاج الازمه وهو الكورتيكوسترويد. هنتكلم على اول نوع من الكورتيكوسترويد هو السيستميك كورتيكوسترويد سواء كان اورال او انجكشن. ذا كورتيكوسترويد تعتبر هي الموست افكتيف انتي انفلاماتوريز. احنا قلنا انا محتاجه في علاج الازمه برونكو دايليترز وانتي انفلاماتوري. اهم انتي انفلاماتوري او الموست افكتيف انتي انفلاماتوري هو الكورتيكوسترويدز. يبقى ذا كورتيكوسترويدز ار ذا موست افكتيف انتي انفلاماتوري افيلابل تو تريت ازما. ايه الميكانيزم اللي بيشتغل بيه الكورتيكوسترويد في علاج الازمة؟ اول حاجه بيزود النمبر بتاع البيتا 2 ادرينرجيك ريسبتورز، وبالتالي بيعمل امبروفنج للريسبتور ريسبونسفنس للبيتا 2 ادرينرجيك ستيميوليشن. يبقى لما بيستخدم الكورتيكوسترويدز مع البيتا 2 اجونست، استخدام الكورتيكوسترويدز بيزود النمبر بتاع البيتا 2 ادرينرجيك ريسبتورز اند امبروفنج ذا ريسبتور ريسبونس للبيتا 2 ادرينرجيك ستيميوليشن.
الكورتيكوسترويدز كمان بتقلل ميوكاس برودكشن والهايبر سكريشن، يبقى ريديوسينج ميوكاس برودكشن اند هايبر سكريشن. كمان بتقلل برونكال هايبر ريسبونسفنس، لان هي طبعا الموست افكتيف كانت انفلاماتوري، هي بتقلل البرونكال هايبر ريسبونسفنس. مش بس كده، ده بتعمل بريفنشن وبتعمل ريفيرس للاير واي ريمودلنج. يعني ايه ريمودلنج؟ يعني الحاجه اللي بتبوظ في البرونكاي الى حد ما ممكن الكورتيكوسترويد تعمل لها ريفيرسنج او تمنعها. يبقى بريفنتنج اند ريفيرسنج اير واي ريمودلنج، يبقى ده الميكانيزم بتاع الكورتيكوسترويدز. مش بس كده، الكورتيكوسترويد كمان بتزود البرودكشن بتاع الانتي انفلاماتوري ميدياتورز. الانتي انفلاماتوري يبقى تزود البرودكشن بتاع الانتي انفلاماتوري ميدياتورز، وفي نفس الوقت بتقلل او بتعمل سبريشن لكتير جدا من البرو انفلاماتوري ميدياتورز. يبقى بتزود الانتي انفلاماتوري ميدياتورز وبتقلل او بتعمل سبريشن للبرو انفلاماتوري ميدياتورز. زي ايه البرو انفلاماتوري؟ برو انفلاماتوري سيتوكاينز زي الانترلوكين 1 3 و4 و5 و6 و8. يبقى سبريشن of several برو انفلاماتوري سيتوكاينز such as interleukin 1 3 4 5 6 8. يعني مفيش 2 ولا 7، يبقى من 1 لحد 8 بس، معناش لا رقم 2 ولا رقم 7. كمان كورتيكوسترويدز بتعمل reducing the inflammatory cell activation and decreasing the vascular permeability. reducing the inflammatory cell activation and decreasing the vascular permeability. عشان كده الكورتيكوسترويد تعتبر ال most powerful anti inflammatory في علاج الأزمة. هنتكلم عن المجموعة التانية اللي هي برونكودايليتورز، وهي مجموعة الأنتيكولينرجيك. الأنتيكولينرجيك الميكانيزم بتاعها زي ما احنا كلنا عارفين، هي عبارة عن كومبتيتيف انهيبيتورز للماسكولينيك ريسبتورز، يعني هتمنع طلوع الأسيتيلكولين. يبقى الأنتيكولينرجيك are competitive inhibitors of muscarinic receptors. They only reverse the cholinergic mediated bronchoconstriction. يبقى بتعمل reverse the cholinergic mediated bronchoconstriction. لما بتمنع طلوع الاسيتيلكولين فكده بتمنع البرونكوكونستريكشن اكشن بتاعه، اكيد كده انها بتعمل برونكودايليتيشن. الانتيكولينرجيك زي ما قلت هي برونكودايليتورز وملهاش اي دور في علاج برضو البرونكال هايبر ريسبونسفنس، ده بياكد برضو ان هي كمان ملهاش انتي انفلاماتوري افكت. يبقى الانتيكولينرجيك ار افكتيف برونكودايليتورز الزو، بالرغم ان هي مش از افكتيف از بيتا 2 اجونست، يعني اقوى حاجه كبرونكودايليتورز زي ما قلنا هي البيتا 2 اجونست، يبقى not as effective as beta 2 agonists كبرونكودايليتورز، وكمان ما عندهاش اي effect على البرونكال هايبر ريسبونسفنس and they have no effect on bronchial hyper responsiveness لان هي ملهاش anti inflammatory effect. الانتيكولينرجيك اللي بتستخدم في شكل كواترناري سورت اللي هو الابراتروبيوم بروميد. ليه كواترناري؟ لان ليه مميزات هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى الكواترناري امونيوم ديريفاتيفز زي الابراتروبيوم بروميد should be used. ليه عاملينه في الشكل ده؟ اول حاجه عشان يبقى عنده advantage of poor absorption across the mucosa and blood brain barrier، ما بيعديش blood brain barrier و poor absorption across the mucosa، وبالتالي كل الاكشن بتاعه بيكون local او topical على البرونكاي، يعمل لي bronchodilation، يعني بيقلل systemic side effect. يبقى تاني الكواترناري ammonium derivative زي الابراتروبيوم بروميد should be used. ليه؟ لانه they have the advantage of poor absorption، poor absorption سواء عن طريق الميكوزا او انه يعدي blood brain barrier. يبقى they have the advantage of poor absorption across the mucosa and the blood brain barrier. عشان كده يبقى زي بقول بيدي النت افكت بتاعه على البرونكاي، يعمل لي برونكو دايليتيشن. This result in negligible systemic effect، ما عندوش systemic side effect، وفي نفس الوقت with prolonged local effect اللي هو البرونكو دايليتيشن. يبقى ده الميزه بتاعت الكواترناري، ان هو عنده advantage of poor absorption across the mucosa and the blood brain barrier، الى جانب هيؤدي ليه negligible systemic effect و prolonged local effect. ده الابراتروبيوم او الانتيكولينرجيك. احنا اتكلمنا على سيستم الكورتيكوسترويدز، دلوقتي هنتكلم على الانهيلد كورتيكوسترويدز. ممكن باخد الكورتيكوسترويد بدل ما هو سيستميك سواء اورال او انجكشن، ممكن باخده انهيلد. برضو ليه مميزاته. The principal advantage of the inhaled corticosteroids، اول حاجه بالظبط زي ما انت قلتوا، بيكون عنده هاي توبيكال بوتنسي. هاي توبيكال بوتنسي عشان يعمل ايه؟ هو اصلا انتي انفلاماتوري، يبقى تو ريديوس الانفلاميشن ان ذا لانج، وعشان هو لوكال او توبيكال فهو عنده لو سيستميك سايد افكت. يبقى تاني الادفانتج بتاعت الانهيلد كورتيكوسترويدز، واحد
عندها هاي توبيكال بوتنسي تو ريديوس انفلاميشن ان ذا لانج، 2 لو سيستميك اكتيفيتي. الانهيلد كورتيكوسترويدز عنده هاي انتي انفلاماتوري افكت تقريبا 1000 مره جريتر ذان الاندوجينس كورتيزول. يبقى لما قارنه الانهيلد كورتيكوسترويدز لانه عنده هاي انتي انفلاماتوري بوتنسي تقريبا 1000 مره جريتر ذان الاندوجينس كورتيزول. ايه اكزامبل للانهيلد كورتيكوسترويدز؟ عندنا البيكلوميثازون، دايبروبيونات، وعندنا التراي اميسينون اسيتونولايتس. يبقى البيكلوميثازون والتراي اميسينولون دول اكزامبل للانهيلد كورتيكوسترويدز. احنا اتكلمنا على الشورت اكتنج انهيلد بيتا 2 اجونست، دلوقتي هنتكلم على حاجه اسمها لونج اكتنج انهيلد بيتا 2 اجونست. هي نفس الميكانيزم ولكن فقط بتفرق في الدوريشن بتاعنا. بدل الانهيلد انا باخده كل 3 ل 4 ساعات، ده ممكن باخده كل 10 ل 12 ساعه. لونج اكتنج انهيلد بيتا 2 اجونست عندي 2 فورمولا اللي هما 2 لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. عندنا فيه الفورمترول والسالمترول. الفورمترول والسالمترول الميزه بتاعتهم بروفايد لونج لاستنج برونكو دايليتيشن، بيديني لونج دوريشن كبرونكو دايليتيشن حوالي 12 ساعة أور مور، 12 أور مور أور لونج لاستنج برونكو دايليتيشن. هو ادمنسترد از اريسول. يبقى التو لونج اكتنج بيتا 2 اجونست هو الفورمترول والسالمترول الميزة بتاعتهم لونج لاستنج برونكو دايليتيشن من 12 أو أكتر وين ادمنسترد از اريسول. عايزين نفرق بين الفورمترول والسالمترول. بنقول إن الفورمترول بيعتبر عنده more rapid onset of action similar to albuterol، يبقى عنده rapid of onset action سريع جدا زي الالبترول، بيدين الاكشن بتاعه بسرعة. يبقى have a more rapid onset of action similar to that of albuterol and it is full agonist. full agonist يبقى الفورمترول مستو ان هو full agonist، يعني شغال على البيتا 2 بس ملوش دعوة بالبيتا 1. اما السالمترول partial agonist، يعني ممكن لو زادت الجرعة بتاعته شوية يبدأ يشتغل على البيتا 1 والبيتا 2. فيعتبر الفورمترول احسن من السالمترول لان الفورمترول ده فول اجونست، اما السالمترول بارشال اجونست ممكن يشتغل على البيتا 1 والبيتا 2. يبقى الفورمترول عنده مستين، واحد عنده مور رابيد اونست اوف اكشن سيميلر تو البيترول وكمان بيعتبر فول اجونست، اما السالمترول بيعتبر بارشال اجونست. دول اكزامبل لونج اكتنج انهيلد بيتا 2 اجونست، يعني بتتاخد كل 12 ساعه او اكتر. هنتكلم عن المجموعه الثالثه كبرونكو دايليتورز وهي مجموعه الميثايلزنسين. ايوه زي السيوفيلين كده. السيوفيلين is a moderately potent برونكو دايليتورز، هو اقل شويه في الاكشن من البيتا 2 اجونست. احنا قلنا الموست باورفول هي البيتا 2 اجونست، عشان كده بنقول السيوفيلين moderately potent برونكو دايليتورز. وكمان عنده ميزه ثانيه ان هو عنده مايلد انت انفلاماتوري افكت. واول ما اقول ان هو عنده مايلد انت انفلاماتوري بروبرتيز يبقى ممكن يقلل البرونكال هايبر ريسبونسيفنس. يبقى السيوفيلين is a moderately potent bronchodilators with mild anti-inflammatory properties. السيوفيلين موجود في شكل sustained release product، ده بيتاخد كأورال بريباريشن، واحيانا بيعملوا له كومبلكس مع الايسايلين دايمين عشان يزودوا السولوبيلتي بتاعته في الووتر وشكل امينوفيلين، وفي حاله زي دي يتاخد كانجكتابل فورم. يبقى السيوفيلين is a sustained release product is the preferred oral preparation. يبقى السيوفيلين في شكل sustained release product بيستخدم كأورال بريباريشن، ولكن لو عملنا له كومبلكس مع الايسايلين دايامين بقى اسمه امينوفيلين، ده بيعتبر preferable كانجكتابل product. ليه؟ لان احنا ما بحطنا معاه الايسايلين دايامين زود السولوبيلتي بتاع السيوفيلين. الميكانيزم اوف اكشن بتاع الميثايلزنسين، اول حاجه appear to be زي ما انت قلتوا non-selective phosphodiesterase inhibitors. يبقى non-selective phosphodiesterase inhibitors لما بيحصل inhibition للphosphodiesterase بيزود لي cyclic AMP، واحنا عرفنا ان لما بيزيد cyclic AMP بيعمل ايه؟ بيعمل smooth muscle relaxation، بيعمل bronchodilation، الى جانب هو بيعمل muscle stabilization. بيزود لي cyclic GMP. يبقى تاني الميكانيزم اوف اكشن بتاع المثال زنزين non-selective phosphodiesterase inhibitors لما بيحصل inhibition للphosphodiesterase result in increased cyclic AMP and cyclic guanosine monophosphate concentration. في مجموعة تانية مجموعة اسمها الكروميلين صوديوم او النيدروكروميل صوديوم.
اللي احنا بنسميها الماست سيل ستابلايزرز. بالماست سيل ستابلايزرز زي الكرومالين صوديوم وزي النيدوكروميل صوديوم، زي ار كلاسيفايد اس ماست سيل ستابلايزرز. زي ار ماست سيل ستابلايزرز يعني بتعمل استابلايزيشن للماست سيل، فبتمنع الديجرانيوليشن بتاعها. عشان كده بنقول زي انهبيت ذا ايرلي اند ليت ازماتيك ريسبونس تو اليرجين تشالنج. مش بس كمان ده، كمان مفيده جدا انها ممكن تعمل انهبيشن للاكسرسايز انديوز برونكس باس. يبقى اي واحد عارف ان هو بيعمل اكسرسايز بيحصل له انديوز ازمه، فممكن ياخد الكرومالين صوديوم قبل الاكسرسايز. يبقى زي انهبيت ذا ايرلي اند ديليت ازماتيك ريسبونس للالرجين، يبقى لو عارفه في دخول سيزون معين او فصل معين بيعمل لي برستيشن للازمه، او ما بتعرض لالرجين معين، فممكن اخد الكرومالين صوديوم او نيتوكرومين صوديوم عشان يعمل لي ماست سيل ستابلايزيشن فيبلع التريجرنج بتاع الازمه. نفس الكلام قبل الاكسرسايز. يبقى زي انهبيت ذا ايرلي اند ديليت ازماتيك ريسبونس تو الرجين تشالنج از ويل انهبيت الاكسرسايز اندوز برونكوسبازم. التريتمنت بتاعها بريفنت ذا يوجوال رايز ان برونكيال هايبر ريسبونسفنس وذ سبيسيفيك بولن سيزون. يبقى لما باخدها قبل النون سيزون بتاع البولن اللي بيعمل لي البلايستيشن الازمه، بيقلل لي البرونكيال هايبر ريسبونسفنس، بيقلل لي او بيمنعني البرونكيال هايبر ريسبونسفنس اللي احنا قلنا هي واحده من الباث فيسيولوجي بتاع حدوث الازمه. بنتكلم على مجموعه تانية مختلفه خالص، حاجه اسمها لوكوتراين موديفايرز او لوكوتراين انهبيتورز. برضو واحد من الانفلاماتوري ميدياتورز المسؤوله عن حدوث الازمه هو اللوكوتراينز. فانا عندي مجموعه ممكن تمنع طلوع اللوكوتراينز، اما عن طريق السنسز او عن طريق الريسبتورز زي ما هنتكلم على اللوكوتراينز موديفايرز. مثال حاجه اسمها الزافيروكاست والمونتليكاست. يبقى الزافيروكاست والمونتليكاست دول عباره عن سيستينايل لوكوتراين ريسبتور انتاجونيزم. يبقى دول ريسبتور انتاجونيزم. عند الزلوتين، الزلوتين بيعتبر وان انهبيتور اوف لوكوتراين سينسز. يبقى ده لوكوتراين سينسز اللي هو الزلوتين. يبقى تاني لوكوتراينز موديفاير عن ثلاث انواع، واحد الزافيرولوكاست والمونتليكاست، الاثنين دول بيعتبروا سيستينايل لوكوتراينز ريسبتور انتاجونيزم. اما الزلوتين بيعتبر انهبيتورز للوكوتراين سينسز. اللوكوتراينز موديفاير عامه ان جنرال وظيفتها واحد ريديوس الرجين او اكسرسايز او كولد اير هايبر فنتيليشن او اي اريتانت او اي اسبرين انديوز ازم. يبقى زي ريديوس الرجين، اكسرسايز، كولد اير هايبر فنتيليشن، اريتانت اند اسبرين انديوز ازم. لما بنفرق بين فايده الزيروتين واجنس الزفيرولوكاست والمونتيكاست مين احسن، فبنقول ان الزفيرولوكاست والمونتيكاست احسن بكتير من الزيروتين. ليه؟ او عشان كده بنقول ان الكلينيكال يوز بتاع الزيروتين بقى ليميتد. ليه؟ واحد انا محتاجه اخد الزيروتين 4 تايمز ديلي، اربع مرات في اليوم، فده ممكن ياثر على البيشنت كومبلانس ان هو يسمع التعليمات دي وفعلا ياخده كل اربع مرات في اليوم، او ممكن ما ياخدوش مظبوط لان هيتكرر كذا مره، فممكن بتبقى صعب شويه في الكومبلانس بتاع المريض. يبقى اوينج تو ذا نيد فور 4 تايمز ديلي دوزنج. السبب التاني ان هو بيعمل اليفيشن في الليفر انزايم، بيزود الليفر انزايم. مش بس كده، كمان ليه دراج انتراكشن كتيره لانه بيعمل inhibition of cytochrome 3A14. يبقى تاني استخدام الزيروتين ليميتد. ليه؟ واحد محتاجة اخده 4 تايم ديلي، اتنين بيعمل elevation في الليفر انزيم، تلاتة potential inhibition of drug metabolized by cytochrome 3A4 coenzyme. يبقى بيعمل inhibition للميتابوليزم للسيتوكروم 3A4، فبالتالي اي دواء هيتاخد معاه هيمنع الميتابوليزم بتاعه، يعني هيزود السيرم كونسنتريشن بتاعه، يعني يزود الفارماكولوجيكال اكشن بتاعه. اما الزافيروكاست والمونتريكاست لقوا ان هو عنده مزايا كتيره عن الزلوتين. اول حاجه واحد امبروف بالمونري فانكشن تيست، يبقى بيحسن البالمونري فانكشن تيست. مش بس كده، ده كمان بيعمل امبروف للازمه سيمتومز. يبقى امبروف بالمونري فانكشن تيست اند امبروف ازمه سيمتومز. رقم اتنين بيقلل نكتورنال اويكننج اند بيتا 2 اجونست يوز، يعني بيقلل صحيانك بالليل بسبب الكفر اللي بتحصل، وبيقلل البيتا 2 اجونست يوز. يبقى الزافيروكاست والمونتليكاست، واحد امبروف بالمونري فانكشن تيست اند ازما سيمتومز، اتنين ديكريز نوكتورنال اويكننج اند بيتا 2 اجونست يوز. كمان ادفانتج مهمه جدا للزافيروكاست والمونتليكاست ان هي كمان افكتيف اورالي وبتتاخد وانس اور توايس ديلي، ملهاش دعوه خالص، ما بتعملش حاجه في الليفر انزيم ولا ليها اي دراج انتراكشن.
يبقى major advantage is that they are effective orally وadministered once or twice daily. يبقى احسن من الزلوتين اللي بتاخد 4 مرات وكمان ملهاش تأثير على الليفر فانكشن او على الليفر ميتابوليزم. الى جانب ان زي ما قلنا بتحسن البلمونري فانكشن والازمة سيمتومز وبتقلل النوكتورنال اويكنينج وبتقلل استخدام البيتا 2 اجونست. كل ده يعتبر مميزات للزفيرولكاست والمونتريكاست عن الزلوتين. شكرا.